مرحبا. اليوم 21/10/2022 حدث مهم في عالم جراحة السمنة، وأخيرا تغيرت التوصيات بعد 31 سنة في عالم جراحة السمنة اللي انحطت سنة 1991. جمعية جراحة السمنة الأمريكية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجراحة السمنة غيروا هذه التعليمات، وكان في عنا أبرز خمس شغلات رح نحكي عنها. رقم واحد، أي مريض بيعاني من السمنة درجة ثانية، يعني مؤشر كتلة الجسم عنده فوق 35، أصبح مؤهل لإجراء جراحة السمنة حتى لو ما عنده أي أمراض صحية. رقم اثنين، أي مريض مؤشر كتلة الجسم عنده فوق 30، يعني سمنة درجة أولى، وحاول مرارا وتكرارا نزول وزن وفشل في ذلك، يمكنه إجراء عملية جراحة السمنة خاصة إذا عنده سكري. رقم ثلاثة، المرضى اللي أعمارهم فوق 60 أو 70 الآن مؤهلين لإجراء العمليات، مش بس هيك، حتى الأطفال والشباب مؤهلين في حالات معينة. رقم أربعة، أي مريض بده يجري عملية مثلا تغيير مفاصل أو فتق في جدار البطن، أو بيعاني من فشل من الأعضاء وبيستنى عملية زراعة ولديه مشكلة السمنة، ممكن نحن الآن نقترح عمليات جراحة السمنة لتخفيف الوزن وبالتالي نجاح العملية اللي بده يعملها. رقم خمسة، أثبتت الدراسات جميعها أن عمليات جراحة السمنة هي أولا فعالة وآمنة وطويلة الأمد. شكرا لكم.